السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. موعدنا اليوم مع لطيفة أخرى من لطائف اللغة العربية والإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. وموعدنا اليوم مع قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أولاً، الهاء في قوله يرفعه على من تعود؟ من يرفع من؟ فيها ثلاثة أوجه، والثلاثة أوجه وأوجه في كل منها إعجاز. أولاً، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الفاعل يمكن أن يكون الله، الله سبحانه وتعالى، أي يرفعه الله. يصعد الكلم الطيب بنفسه، يصعد الكلم الطيب بنفسه، لا يحتاج إلى وسيط. والعمل الصالح يرفعه الله تشريفا للعمل الصالح إن كان الفاعل الله سبحانه وتعالى. هذا وجه. طيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه، يرفع من؟ يرفع الكلم الطيب، وكأن العمل الصالح هو الفاعل، فالعمل الصالح هو الذي يرفع الكلام الطيب، إشارة إلى أنه لا قول بدون فعل. فالقول الطيب لابد أن يصدقه عمل صالح، وترفع مكانة صاحبه العمل، ويرفع مكانة صاحبه العمل الصالح. الوجه الآخر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فالعمل الصالح لا يحصل على مكانته ورفعته إلا إن اقترن بالذكر والكلم الطيب، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إذن الفاعل يمكن أن يكون الله، يرفعه الله، ويمكن أن يكون أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، ويمكن أن تكون أن الكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح. طيب، ما الفرق بين يصعد ويرفع؟ لا توجد كلمتان في القرآن تعطيان نفس المعنى، من المستحيل. في كل كلمتين وإن دلتا على معنى واحد هناك فروق لغوية. ما الفرق بين يصعد ويرفع؟ يصعد الصعود من الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى، حركة، حركة ليس فيها مكانة. إنما الرفعة، يرفع، يمكن أن تدل على الحركة وممكن أن تدل على المكانة. وفي هذه يرفعه والعمل الصالح يرفعه، فيها تدل على الرفعة في المكانة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا يقل يصعد، يرفع. ففيها انتقال من منزلة إلى منزلة أعلى، فهي رفعة في المكانة. أما يصعد فتقتصر على الحركة فقط. طيب، يصعد فاعله يؤدي الفعل بنفسه. نقول يصعد الطفل إلى الدور الأول بنفسه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، فلا واسطة بين الكلم الطيب والسماء. فمجرد أن تتلفظ بكلمة طيبة فإنها تصعد مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن تكون رقيبا على كلامك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كن حذرا في إخراج أي كلمة. سيدنا أبو بكر كان يضع قطعة من هذا اللي هو الموجود في الشجر، في النخل، الجزء المدبب هذا الذي يؤخذ من النخل، زعف النخل، كان يضعها تحت لسانه. لما؟ إذا تحدث
رفع لسانه وأخرج هذه القطعة المدببة، فيحصل على وقت قصير ليفكر في كلامه، أسيأخذ به أجرا أم أنه سيأخذ به سيئة؟ هذا وهو أبو بكر، فمن نحن؟ ماذا نفعل في هذا؟ أعتقد نخيطه أفضل. إذن كن رقيبا على كل كلمة، فالكلم الطيب يصعد إلى الله مباشرة، مباشرة بدون وسيط. ولاحظ معي، ولاحظ معي، لما لم يقل الله يصعد الكلم الطيب إليه؟ لما قدم إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، قدم الله سبحانه وتعالى إليه لتدل على عظم المكان الذي سيصل إليه كلامك. فكن حذرا، كن حذرا في هذا الكلام، لأنه سيصل إلى الله سبحانه وتعالى. فقدم إليه للتخصيص، تخصيص الكلام الطيب سبحانه وتعالى بالوصول إلى الله، وتعظيم المكان والمكانة التي سيصل إليها كلامك. فالكلم الطيب يصعد إلى الله بدون واسطة مباشرة، كن على حذر. والعمل الصالح يرفعه، يرفعه، قلنا أن فيها رفعة من منزلة إلى أخرى، وتحتاج إلى من يقوم بالفعل. فحينما ترفع أحدا من منزلة إلى منزلة فهو لا يفعلها بنفسه، لا يقوم بها بنفسه مثل يصعد، لابد أن يقوم بها غيره. في حياتنا المدير هو الذي يرفعك من منزلة إلى منزلة بقرار، لا ترفع أنت نفسك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع العمل الصالح ويرفع أصحاب العمل الصالح من منزلة إلى منزلة، فما عليك إلا العمل. أما المكانة التي توضع فيها فهي متروكة لله. لذلك علينا الدعاء دائما أن يرفع الله سبحانه وتعالى إليه أعمالنا إليه، وأن يتقبلها، وأن يرفعنا في درجات الجنة. جعلنا الله جميعا من أهلها ومن الذين يرقون فيها، اللهم أمين. آخر شيء، ما الفرق بين الكلم والكلام؟ وطبعا ما الفرق بين اللفظ والفرق بين القول؟ اللفظ هي اللفظة أو الكلمة، الكلمة الواحدة. طيب ما الفرق بين الكلم والكلام؟ الكلام ما كان من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى وأعطى معنى مفيدا، أعطى معنى مفيدا. فحينما تقول، حينما تقول لا إله إلا الله أعطى معنى مفيدا، الله أكبر أعطى معنى مفيدا، سبحان الله وبحمده أعطى معنى مفيدا. أما الكلم ما زاد على كلمتين ويمكن أن يعطي معنى مفيدا ويمكن ألا يعطي معنى مفيدا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. كلامك الطيب سواء أعطى معنى مفيدا أم لم يعطي معنى مفيدا يتقبله الله. فلو قال إليه يصعد الكلام لكان معناه أن الله سبحانه وتعالى يتقبل ما يفيد المعنى فقط، أو يعطي معنى مفيد فقط فقط، وبقية الكلام لا يتقبلها الله. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قال إليه يصعد الكلم، فالكلم ما يعطي معنى مفيدا أو لا يعطي معنى مفيدا من الكلام، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكلامنا الطيب جميعه بإذن الله صاعد إلى الله ومقبول، سواء أفاد معنى أم لم يفد. أنوه في آخر كلامي إلى العمل الصالح. العمل الصالح ينقسم إلى قسمين، عمل قلوب وعمل جوارح، وأعظمها عمل القلوب، فهي موضع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولا يتقبل الله عمل الجوارح إلا إن حسن عمل القلوب. لذلك علينا الاشتغال على قلوبنا وتصفيتها من الغل والحقد والحسد والأذية
وحب الشر إلى الغير، وأن نجعل قلوبنا دائما صافية، وأن نجعل أعمالنا وأقوالنا دائما خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فإن صدقت أعمال القلوب وخلصت إلى الله تقبل الله أعمال الجوارح، وإن لم تخلص أعمال القلوب إلى الله ما قبل منك أعمال الجوارح. نقى الله قلوبنا من كل غل ومن كل حقد ومن كل شر ومن كل سوء، ووهبنا الله سبحانه وتعالى الطيب من القول، ووهبنا الله سبحانه وتعالى العمل الصالح. متعكم الله جميعا بالصحة والعافية. السلام عليكم.